التهدئة في غزة تنتظر محادثات الفرصة الأخيرة التي ستحتضنها القاهرة غداً الأحد، خاصة بعد أن أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلاً عن مصدر مقرب من الوفد المفاوض بأن نتنياهو مصر على بقاء الجيش على امتداد محور فيلادلفيا واستمرار انتشار قواته من معبر كرم أبو سالم شرقاً حتى البحر غرباً. حماس بدورها أعلنت بأن وفداً من الحركة سيتوجه إلى القاهرة برئاسة خليل الحية بناء على دعوة الوسطاء للاطلاع على نتائج المفاوضات الجارية من دون المشاركة في المحادثات. الحركة جددت تمسكها بمقترح بايدن الذي وافقت عليه في 2 يوليو الماضي، داعية للضغط على إسرائيل وإلزامها بتنفيذ الاتفاق. من جهته قال مسؤول إسرائيلي بأن مصر وافقت على تسليم مقترح الخرائط المحدثة لانتشار القوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا إلى حماس، وذلك بعد أن دعمت واشنطن موقف تل أبيب بشأن تراجع محدود للقوات عن المحور، إلا أن مصادر إسرائيلية توقعت أن ترفض حماس بقاء القوات الإسرائيلية في المنطقة. وكان موقع أكسيوس قد كشف بأن نتنياهو قبل ذلك طلب من الرئيس الأمريكي جو بايدن بانسحاب جزئي من محور فيلادلفيا، وذلك خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار حتى تتقدم المفاوضات. محور فيلادلفيا العقدة الأبرز في الطريق نحو تحقيق اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة. يبلغ طول هذا المحور نحو 14 كيلومترا من ساحل البحر المتوسط حتى معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع. وقد ظهر محور فيلادلفيا على إثر معاهدة كامب ديفيد للسلام بين مصر وإسرائيل عام 1979، وأنشئ عليه معبر رفح الحيوي الذي يمثل المنفذ الرئيسي لسكان قطاع غزة إلى العالم الخارجي. تم بناء منظومة أمنية للمحور تعتمد على تعاون بين إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية قبل سيطرة حماس على قطاع غزة عام 2007، وخضوع المحور عمليا من الجانب الفلسطيني لهيمنة الحركة. وفي مايو المنصرم أعلنت إسرائيل السيطرة الكاملة على هذا الشريط الحدودي، وشكل هذا التطور العقدة الأبرز في التفاوض. نقلا عن موقع أكسيوس، فإن الرئيس الأمريكي استطاع أن يقنع نتنياهو بانسحاب القوات الإسرائيلية لمسافة كيلومتر إلى كيلومترين على طول الحدود بين مصر وغزة. وتقع هذه المنطقة بالقرب من ساحل رفح وتجاور حي تل السلطان الذي يؤوي عددا كبيرا من النازحين الفلسطينيين. ولم تعلن حماس بعد موقفها بشأن هذا المقترح الأمريكي. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قدم مقترحا في نهاية مايو الماضي يتكون من 3 مراحل لإنهاء الحرب في غزة، وينص على التالي: المرحلة الأولى تستمر 6 أسابيع وتشمل وقفا شاملا لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من كافة المناطق المأهولة في القطاع. إطلاق حماس سرح عدد من المحتجزين الإسرائيليين مقابل إفراج تل أبيب عن مئات الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية. السماح للمدنيين الفلسطينيين خلال هذه المرحلة بالعودة إلى منازلهم في كافة مناطق غزة بما في ذلك الشمال، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بمعدل 600 شاحنة يوميا. المرحلة الثانية يجري خلالها الإفراج عن كافة المحتجزين الأحياء المتبقين لدى حماس بمن فيهم الجنود الرجال، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة مع تحول وقف إطلاق النار المؤقت إلى وقف دائم في حال أوفى الطرفان بالتزاماتهما. المرحلة الثالثة تنص على إعادة إعمار قطاع غزة، وتتم خلالها أيضا إعادة رفات من تبقى من المحتجزين الإسرائيليين الذين قتلوا خلال الحرب. نرحب بضيفينا من القاهرة، رئيس منتدى الشرق الأوسط لدراسات الاستراتيجية سمير غطاس، ومن عسقلان ينضم إلينا أيضا المستشار السابق في وزارة الدفاع الإسرائيلية كوبي لافي. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور سمير غطاس، كنت قبل قليل أقرأ وكنا نعرض هذا الاتفاق الذي تم البناء عليه في 2 يوليو، وهو ما طبعا نسب إلى بايدن. قبل أن نبدأ النقاش، هل ما زال بالإمكان الحديث عن اتفاق بايدن كمبدأ أساسي أو كأرضية مشتركة
في هذه المفاوضات التي ستجري غدا؟ البيان الذي صدر عن اجتماع الدوحة الذي كان حضر فيه الولايات المتحدة، كانت حاضرة فيه الولايات المتحدة ومصر وبالطبع قطر وإسرائيل عن طريق مدير الموساد ومدير الشنبت، البيان الثلاثي الذي خرج من قطر قال أنه يستند في الأساس، البند الأول فيه أنه يستند في الأساس إلى مبادرة الرئيس الأمريكي بايدن، وإلى قرار هذه المبادرة تحولت إلى قرار، وبالتالي مرجعية العملية التي انتقلت إلى القاهرة وأخذت دفعة بعد عدة يعني أيام تستند كمرجعية أولى إلى موضوع إلى مبادرة ما يسمى بمبادرة بايدن وإلى القرار الذي صدر من الأمم المتحدة حول هذه، وبالتالي هذه هي المرجعية الأساسية للعملية الأساسية. ولكن المحاولات كلها تجري. اسمح لي تفضل. دعني يا سيد سمير غطاس، يعني يبدو بأن نتنياهو نسف ذلك على الأقل ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مقرب من فريق التفاوض. نتنياهو مثلا فيما يتعلق بمحور فيلادلفيا وهو عنصر مهم في هذا الاتفاق يرفض تماما الانسحاب منه، يعني من كل المعبر، من معبر نتساريم أو كرم أبو سالم إلى البحر. هل ينسف برأيك نتنياهو أي إمكانية للتفاوض غدا في القاهرة؟ يعني موضوع محور فيلادلفيا هو واحد من 6 نقاط اخترعها نتنياهو، وقال أنها يعني لها علاقة بالمبادرة التي تحدثنا عنها ومبادرة بايدن، لكن في الحقيقة أنه لا يوجد أي نص في هذه المبادرة يشير إلى 6 أفخاخ التي نصبها السيد بايدن، السيد نتنياهو. نمرة 1 قال أنه سيبقى ولن ينسحب على الإطلاق من محور فيلادلفيا ومن معبر رفح، ورفض أن يكون للسلطة الفلسطينية دورا في أو الدور الأساسي في معبر رفح، رغم أن الاتفاق المعابر الذي وقع في 2005 لم تكن إسرائيل أصلا ولا حماس طرفا فيه، الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية فقط كان في هذا الاتفاق. 2 قال أنه لن يستأذن أحد في العودة مرة أخرى للقتال، واستخدم تعبيرات فيما يتعلق بنتسريم وبمعبر فيلادلفيا، قال أنها أصول استراتيجية. كلمة أصول في السياسة الدولية تعني لها علاقات بالسيادة، وليس لنتنياهو على الإطلاق أي سيادة على الأراضي، هو قوة محتلة وليست لها علاقة على الإطلاق بالأصول. 4 قال أنه له فيتو على الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم، ليس فقط فيتو ولكنه يطالب أيضا أو يدعو إلى إخراجهم خارج الأراضي الفلسطينية سواء في الضفة الغربية أو غزة. 5 أنه قال أيضا أنه لن يسمح بعودة الفلسطينيين من الجنوب إلى الشمال إلا وفق معايير أمنية هو يقررها. 6 قال أنه أضاف لاحقا أنه يريد لشمال قطاع غزة أن يكون منزوعا بالكامل من السلاح. كل هذه المسائل لا علاقة لها بالمبادرة ولا بالعملية التفاوضية الموجودة، لكنها كما لأسباب عديدة ربما نتطرق إليها نتنياهو يسعى إلى الوصول إلى التفاوض لكن دون أن يوقع التفاوض. عودة إليك سيد كوبي لافي، النقطة ذاتها التي نتحدث عنها وهو ما أعلنه نتنياهو بأنه لا يريد لإسرائيل الانسحاب من محور فيلادلفيا، على ما سيتفاوض غدا الفريق الإسرائيلي مع نظيره المصري والقطري؟ برأيي يجب علينا أن نتكلم على اليوم بعد الحرب، بعد ما لا أو ينتهي حكم حماس على قطاع غزة. الكل يفهمون أن بقاء حماس وخاصة على محور فيلادلفيا المعنى الوحيد بالنسبة للأمن الإسرائيلي أن هناك سوف تستمر محاولات تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة واستخدام هذه الأسلحة ضد إسرائيل وضد رجالنا، ولذلك يجب علينا أن نقول بصراحة الوضع
اختلف تماما. وبكرة يوم الأحد عندما تبدأ المحادثات من جديد ويتكلمون الوفود، برأي إسرائيل سوف تعبر عن قلقها الشديد من أي احتمال للسيطرة لحركة حماس. وكما قال ضيفك الكريم أن اتفاق المعابر كان في 2005 يتكلم عن السلطة الفلسطينية، ولكن اليوم ليس هناك في قطاع غزة سيطرة للسلطة الفلسطينية. وحتى ولو إذا كان هناك مندوبين من السلطة الفلسطينية فهي بمثابة تمثال، لأن حماس قالت أن لا توافق على أي دخول أو أي قوة فلسطينية غير حماس، ولا توافق على دخول قوات عربية أو قوات أجنبية أو أي تحالف من القوات الأجنبية. ولذلك برأيي طالما هناك التعنت الحمساوي سوف يكون صعب جدا الوصول إلى مفاهيم تكون مقبولة على كل الأطراف في هذا النزاع. سيد سمير غطاس، استمعت إلى وجهة نظر كوبي لافي. بالنسبة له إسرائيل تريد منع حماس من تهريب السلاح عبر الحدود مع مصر، لا تثق في أي طرف آخر فلسطيني، لا في حماس ولا في غير حماس، ولا تثق أيضا في مصر على ما يبدو. ما رأيك يا سيد سمير غطاس؟ هذا ما قلت. أنت لم تقله يعني سيد كوبي، ولكن هذا ما نفهمه من الموقف الإسرائيلي. أوكي. تفضل يا سيد سمير. نعم. هذه الرواية مثل المخدرات، أنتجها السيد نتنياهو وروج لها وأصبحت هي الرواية المعتمدة في إسرائيل. وأنا سوف أستخدم تعبير من فمك أدينك، هذه الرواية نصفت أصلا من جالانت، وجالانت هو وزير الدفاع. جالانت ليس كاتب مقال ولا شخص هاوي ولا معلق سياسي يعني يأتي إلى الفضائيات. جالانت هو وزير الدفاع، قال بالحرف الواحد أنه المرة الوحيدة التي شهدت فيها هذه المنطقة الحدودية تهريب سلاح هي سنة الإخوان، ثم قامت مصر بعدها بإغلاق كل الأنفاق وأغلقت هذه الأراضي بمياه البحر، ثم أقامت ساترا حديديا، ثم أقامت ساترا أسمنتيا تحت أرضي، ولم يحدث أن تم تهريب السلاح منذ تلك الفترة وحتى الآن. وبالتالي كل الرواية هي رواية يعني يتم الترويج لها وتعاطيها من قبل الجميع دون أن تستند إلى ولا حقيقة واحدة. اثنين، أن هناك اجتماعات مشتركة ما بين الوفد الأمني الإسرائيلي ووفد أمني مصري تجري بشكل متوالي. لم يحدث في تاريخ العلاقات المصرية الإسرائيلية أن تقدم الوفد الإسرائيلي بشكوى من تهريب السلاح من مصر إلى قطاع غزة. الرواية كلها هي كما أشرت مثل المخدرات، يتم إنتاجها ثم تعاطيها ثم الحديث عنها وكأنها وقائع. هليفي رئيس الأركان الإسرائيلي قال لنتنياهو الحرب انتهت، المعركة العسكرية انتهت، ولا يمكن الإفراج عن الرهائن بعمليات عسكرية إضافية. وقال أن الجيش يمكنه أن ينسحب من هذا المحور ولا يوجد مخاطر من انسحابنا، ويمكننا أن نعود وقت ما نشاء. نتنياهو يريد أن يخلد هذه المسألة لأنه أولا له عقلية استعمارية استيطانية، هو يريد أن يبقى لأسباب عديدة. هو يؤجل الحل كله وليس فقط محور فيلادلفيا، ويريد أن يعطل هذا الحل لأسباب عديدة، أولا له شخصيا، اثنين الآن بدأ يتسرب الكلام الحديث عن أنه ينتظر ترامب ولا ينتظر ترامب أو هاريس. وينتظر ترامب. سنأتي إلى هذه النقطة سيد سمير. سيد سمير، الرواية كلها لا أساس لها. سيد كوبي لافي، سيد سمير أشار إلى نقطة. الوفد المفاوض الإسرائيلي يقال بأنه يريد أن يتعاون مع الجانبين المصري والقطري وتقديم ما يسمى بتنازلات.
نتنياهو يرفض، وانتقد ديفيد بارنيا، انتقد تعامل الفريق المفاوض. هل هناك إشكالية فعلا فيما يتعلق ب يعني هذا الوفد الذي ذهب إلى القاهرة وما يمكن أن يقبل به من عدمه؟ المشكلة الوحيدة هو احتمال بقاء حماس السلطة كما قال ضيفك. لا أنا أقصد، اسمح لي يا سيد كوفي، لا سيد كوفي، هل نتنياهو أعطى الصلاحيات كاملة لديفيد بارنيا؟ يبدو بأنه لم يعطي هذه الصلاحيات، لأنه الفريق يذهب لمناقشة إمكانية الانسحاب الجزئي من معبر فيلادلفيا، وعشية هذه المفاوضات نتنياهو يعني يغلق الباب تماما ويقول الانسحاب من المعبر أو من المحور. طبقا لما ورد في وسائل الإعلام ليس هناك من الصحة، يعني نتنياهو يريد الوصول وتحرير مخطوفينا ولكن لا يتنازل على المطالب الأمنية الأساسية. عندما قلت أن كان هناك تهريب لأسلحة لقطاع غزة، لا ألوم مصر لأن هذا كان كمان اختراق للإرادة المصرية، ولكن كما قالت مصر وفعلت مصر لمنع هذه الظاهرة، طالما هناك مصلحة وطالما هناك منظمة إرهابية لا تحترم مصر وما احترمت مصر، وكانت عندما كانت بحاجة لأسلحة لقيت كل الطرق لتهريب الأسلحة، إسرائيل تريد بقاء قواتها على محور فيلادلفيا لكي لا تمنع، لكي تمنع أي احتمال في المستقبل. طيب يا سيد كوبي، سيد كوبي، ماذا عن النقطة التي ذكرها السيد سمير غطاس؟ هناك تسويف من قبل نتنياهو الآن فيما يتعلق بعملية التفاوض، لأنه يعرف بأن الرئيس الأمريكي بط عرجاء، هاريس منشغلة في حملاتها الانتخابية، وكأن نتنياهو يريد إطالة أمد هذه المفاوضات إلى ما بعد 5 نوفمبر، موعد هذه الانتخابات الأمريكية. ما رأيك؟ هناك اتهامات من بداية الحرب، هناك إرادة لإسقاط نتنياهو وكل الحجج متاحة بأيدي الذين يرفضون حكم نتنياهو كرئيس وزراء إسرائيلي. ولكن برأيي نتنياهو يعلم تماما أن لنا حاجة بتحرير مخطوفينا، وكما قلت يعلم تماما المعاناة للعائلات ولا المخطوفين، لأننا ليس هناك الأمم المتحدة أو أي منظمة دولية تراعي وضع الصحي لمخطوفينا، وليس هناك أي حدا يهتم فيهم غير إسرائيل، ولذلك لا يريد تمديد أو تأخير الصفقة، ولكن لا يريد أن يتنازل عن الحقوق الإسرائيلية. طيب اسمح لي، الآخر يريد ذلك. ما رأيك يا سيد سمير؟ يعني حماس سيد سمير يقول لك بأنه نتنياهو بالعكس يريد إنجاز هذه الصفقة من أجل حماية مصالح الأسرى الآن، لأنه المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة كما يقول غير مهتمة. أيضا سنرد بنفس المبدأ، من فمك أدينك. 62% من الإسرائيليين وفق كل استطلاعات الرأي يؤيدون الوصول إلى صفقة، حتى لو كانت هذه الصفقة يمكن أن تتضمن بين قوسين ما يسمى بالتنازلات، لكن نتنياهو هو الذي يعطل هذه ولم يستطع إنقاذ أي من الأسرى سوى صفقة من 4. يعني حصل في دير البرح تم إنقاذ 4 أحياء، أما فيما عدا ذلك جثث قتلوا برصاص إسرائيلي في 2 أعلنوا، يعني خرجوا عرايا تقريبا ولوحوا بفانيلاتهم البيضاء، مع ذلك الجيش الإسرائيلي قتلهم. 6 جثث التي تم العثور عليها في نفق قبل أيام قليلة، يعني أسبوع تقريبا، قالت الفرقة 98 أنه ربما تكون، نحن كنا، قال بالنص، كنا في هذه المنطقة وربما يكونوا قتلوا بعملياتنا العسكرية. حليفي قال له لا يمكن مرة أخرى تحرير رهائن بالوسائل العسكرية، هو مصر
على أن الوسائل العسكرية هي فقط التي طيب تحرر يا سيد غطاس الرهائن الإسرائيليين. سيد غطاس هل من المنطقي اسمح لي فقط بالمقاطعة سيد غطاس، هل من المنطقي إذا دخلنا في عقل نتنياهو أن ينسحب من محور فيلادلفيا ويترك المحور من الجانب الفلسطيني لحماس بعد حرب تقريبا نحن لا توجد حماس، لا توجد، هذا جزء آخر من الكذب. يعني هو يتحدث أنه قضينا على 22 من 24 كتيبة، يقول أن حماس لم تعد موجودة، وزير الدفاع يزور رفح ويقول كان موجودا في رفح، ونتنياهو زار رفح قبل أقل من شهر، ووزير الدفاع موجودا في رفح ويقول أنهينا كتيبة رفح، لم تعد توجد رفح، لم تعد توجد كتيبة. وهذا جزء من كما قلت تعاطي المخدرات التي يروج لها في إسرائيل وفي غيرها، وربما يتلقفها آخرين. لم تعد لحماس قدرة عسكرية لا على العودة إلى رفح ولا لغيرها. هذه أوهام، هذه نقطة مهمة جدا، كما أشرت هذه نقطة جديرة بتوجيهها للسيد كوبي. سيد كوبي حدد الموقف، رفح ولا غير رفح، حددوا الموقف في إسرائيل. تقولون بأنكم قضيتم على 22 كتيبة من حماس، لم يعد هناك وجود وقدرة عسكرية لحماس في رفح، في نفس الوقت أنتم تخشون من أن سيطرت حماس على المعبر. يعني ما هو هذا المنطق الذي يتحدث به نتنياهو؟ منطق عسكري ومدروس. يعني حتى ولو إذا قضينا على كتائب، هناك نشطة كما تعلمين، هناك استمرارية إطلاق صواريخ باتجاه مدننا حتى في هذه الأيام، وهناك مخربين الذين يطلقون النيران باتجاه جنودنا. وعندما يكون الصاحب الوحيد الذي يحمل سلاح في قطاع غزة هو حماس والجهات المتطرفة هناك، فإذا رجع لهناك ماذا يعملون النازحين؟ وهل نتنياهو اسمح لي سيد كوبي، هل نتنياهو تقبل أصلا فكرة أن يستلم الجانب الفلسطيني متمثلا بالسلطة الفلسطينية الحكم في غزة؟ هو لغاية اللحظة يرفض زيارة عباس، هو يرفض أساسا لأي جانب فلسطيني السيطرة على غزة لغاية اللحظة. اللي أطلق النيران باتجاه عباس ليس القوات الإسرائيلية، بل القوات الحمسوية التي شردته من قطاع غزة إلى الضفة الغربية. وعندما يقول نتنياهو أن ليس هناك احتمال للسيطرة في الوقت الحاضر، نحن لا نتكلم على المستقبل بعد 20 سنة، نتكلم اليوم. اليوم السلطة الفلسطينية غير قادرة وغير وما تحكم قطاع غزة. طيب الحماس، وعندما نعلم تماما أن حماس هي عميلة للإيرانيين، ليس هناك فعلا إمكانية دهمنا الوقت سيد كوبي. سيد كوبي واضح الفكرة. أرجو منك التعليق على هذه النقطة في أقل من 30 ثانية سيد سمير. السلطة الفلسطينية أعلنت أنها جاهزة، وهي التي كانت تدير المعبر. وفي سنة 17 أنا كنت حاضر هنا في القاهرة، السنوار وقع على اتفاق هنا في القاهرة لحكومة وحدة وطنية، وأن السلطة تعود مرة أخرى لتستلم المعبر، واستلمته من شهر 11/2007 إلى شهر 2/2017 إلى شهر 2/2018. وبالتالي إسرائيل هي التي ترفض، السلطة قالت ومصر قالت أنها تساند السلطة الفلسطينية بتعود. السلطة فقط هي قالت أنها تعود ب شروط السيادة. نتنياهو هو الذي قال لا حنستان ولا فتحستان، هو يريد عملاء يديروا المعبر، ولا يوجد عملاء يتبعونه لا في المعبر ولا في غيره. شكرا سمير غطاس في القاهرة، أشكر أيضا كوبي لافي في عسقلان، شكرا لكما.